السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي. وزارة التخطيط تمنح قروض لمشاريع للشباب من 300 مليون إلى 500 مليون دينار. إذن لنتعرف على التعليمات وما هي الضوابط والشروط التي منحتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي، فابقوا معنا بعد الفاصل لنتعرف على الخبر. بالنسبة للخبر، للي يريد يطلع عليه ممكن أنه يضغط على الرابط الموجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف، يقدر يقرأ الخبر بالمدونة. أعلنت يوم أمس وزارة التخطيط الثلاثاء 4/2/2020 عن آلية توزيع قروض الشباب ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب، والتي تتراوح بين 300 إلى 500 مليون دينار عراقي. وصرح المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهر الهنداوي في تصريح صحفي إن شروط الإقراض تتحدد بأن يشترك عدد من الشباب من كلا الجلسين أقل من 10 ضمن مشروع واحد، مع تقديم الاستشارات من قبل شركات متخصصة وذات خبرة في تقديم دراسة جدوى الموضوع الفلاني الخاص بالمشروع، والذي ستتولى وضع جدوى اقتصادي للمشروع قبل أن يحصل على القرض من المصرف أو الوزارة، لافتا إلى أن المشروع الوطني يمنح إقراض للشباب مشروطا بتقديمك للمشروع مشترك لعدد من الشباب مرفقة معه دراسة الجدوى الاقتصادي. ودراسة الجدوى هي دراسة بالتفصيل للمشروع منذ تكوينه إلى التسويق، ويعتمد على نوع العمل، لكن هو يكون تفصيلا لمسار العمل وهل هو مربح أو لا، من خلال معرفة سعر الشراء والمواد الخام والعمل والعمال والمصاريف ومن ثم البيع، وهل هو مجدي بالأرباح وسد الإيجارات والمواد الأولية. وأضاف السيد الهنداوي أن قيمة القرض المتاح للشباب إذا كان على مستوى الفرد الواحد ضمن الشركاء تتراوح بين 30 إلى 50 مليون دينار عراقي، وبالتالي يصل قيمة القرض للجميع ضمن المشروع الواحد إلى مقدار لا يقل عن 300 مليون ولا يزيد عن 500 مليون دينار عراقي، وهي قيمة مجزية لإقامة مشاريع صناعية أو زراعية أو أي مشروع آخر، مؤكدا أن هذه المشاريع تهدف إلى خلق فرصة عمل للشباب وإقامة مناطق تنموية جديدة في المجتمع، فضلا عن إعطاء فرص أخرى للقطاع الخاص بأن يتحول إلى مرتكز حيوي في عملية التنمية. ونوهت الوزارة إلى أن المشروع متكفل به وممولا من البنك المركزي، هو أحد الجهات الممولة للمشروع، إضافة إلى الاتفاق مع مصارف أهلية مبينا أن الفوائد ستكون قليلة وميسرة جدا، تصل إلى 3% سنويا ولا تزيد عنها، مع إعطاء فترة سماح لمدة سنتين للمشروع من فترة التسديد، خلالها سيتم تفعيل أكيد للمشروع وإتاحة الفرصة للمشروع بالإنجاز، علما أن التسديد سيكون لمدة 8 سنوات، أي أن الفترة التي تكون من أخذ القرض لحين الانتهاء المدة الأخيرة للتسديد هي 10 سنوات، سنتين فترة سماحية لا يتم فيها التسديد، و8 سنوات فترة التسديد يقسم عليها قيمة القرض بالمدة، يكون التسديد الأقساط على ناتج القيمة. ومثل ما قلنا لكم، للي يريد يقرأ الخبر موجود في أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ينقلك إلى المدونة، ممكن أن تطلع بتفاصيل أكثر على الخبر. شكرا لكم لمشاهدة الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات. تحياتي لكم أحمد الداودي، شكرا لكم وإلى اللقاء.